وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. مساء الخير سعادة السيد جمال. ويعني بداية لو توضح لنا الدور المهم الذي يطلع به المجلس الوطني بغرفته في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التشريعات والقوانين وما قطعه المجلس في هذا المجال. يعني أولا أنا أحب أؤكد في الحقيقة أن هناك دور رئيسي وكبير للسلطة التشريعية في إدارة العملية الاقتصادية في البحرين والعملية المالية. نعم. ونعتقد في الحقيقة أن المجلس القادم 2018-2022 سوف يتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة الملف الاقتصادي والمالي، لأنها من أهم الملفات في الحقيقة التي سوف يعني تحال لهم وسوف يقومون بمراقبة الحكومة بتنفيذها. دور المجلس في الحقيقة يبدأ من إقرار برنامج عمل الحكومة. برنامج عمل الحكومة يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويأتي هنا دور السلطة التشريعية عند إقرار هذا البرنامج التحقق والتأكد من أن برنامج عمل الحكومة يغطي الجوانب الاقتصادية والجوانب المالية، ويضع خطط وبرامج لتحفيز العمل الاقتصادي والمالي في البحرين. نعم. يأتي بعد ذلك إقرار الميزانية العامة للدولة، وهناك أيضا في الميزانية العامة للدولة يجب أن نتأكد من وجود أموال كافية للإنفاق للصرف على مشاريع البنية التحتية وعلى المشاريع بشكل عام، وأيضا تخفيض العجز في هذه الموازنة. الشيء الثالث هو إصدار القوانين والتشريعات التي سوف تحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وأن تقوم السلطة التشريعية بالتحقق ومتابعة أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وأنها تقوم بتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام ذلك الاستثمار. وأعتقد بأن أيضا من أهم أدوار السلطة التشريعية هو تخصيص الموازنات اللازمة للترويج للتنمية الاقتصادية وترويج استقطاب الاستثمارات من الخارج. فالسلطة التشريعية يجب برأيي الشخصي أن تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة على تنفيذ ما سوف يرد في برنامج عمل الحكومة بعد إقراره من قبل مجلس النواب. نعم. ويجب أن تعمل على رفض هذا البرنامج وتوفير الموازنات اللازمة لتحقيق توازن مالي أولا ونمو اقتصادي ثانيا. السلطة التشريعية شريك مع الحكومة في التنمية الاقتصادية، ويقع عليها عبء كبير، وأنا أتمنى في الحقيقة في الدورة القادمة للسلطة التشريعية أن يكون هناك عدد كبير من المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي حتى يؤدوا ويساعدوا الحكومة والدولة على الخروج من المشاكل أو الصعوبات الاقتصادية. نعم. التي تواجهها. نعم سعادة سيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.